ما هذه الفوضى؟ لماذا اعتقلت؟ لأنك ارتكبت جريمة، نحن نعرف كل شيء. سيد، لم أفعل شيئا، لابد أن هناك خطأ. ذلك لاحقا، لا ندخل إلى السجن، زميلتك بانتظارك. مرحبا، رائع، لم أعد واحدة هنا. سيد، ما رأيك أن نتفق؟ من يريد أن يتفق هنا؟ هل تقدم رشوة؟ أرى أنك غني جدا. نعم، أنا مليونير. إن هذا حق ليس مكاني. تايلر، ابدأ عملك. حسنا، مرحبا يا صاح، أنا إيفا. سجنت وليس مرة واحدة فقط. أيها الشرطي، حبستني هنا، إنه مكب النفايات. إذن تايلر، أنهي الأمور هنا، سأتصل بابنتي. حسنا، والآن كلمة أخرى، فتطول مدة بقائكم معه. اسمع أنت أيها الجديد، هيا. ما هذا؟ هذا؟ أوه، أعدك. طازجة. هيا شم رائحة فمي. اخرجوني من هنا. هدوء. ألو ابنتي، هل ستأتين إلى عملي؟ المدير اتصل بسببك. لا يا أبي، لا أريد ذلك، أنا في المكتبة مع أصدقائي نقرأ الكتب. قلت في المكتبة، أما هذه الموسيقى؟ تينا، هل تكذبين علي؟ أبي، الاتصال سيء. حسنا يا أبي، ودعاً أبي. الجنة تماما. آسفة يا سيد نيت، أنا هنا. لما تأخرتي؟ كانت هناك زحام، وهذا شيء فظيع. نمت مرة أخرى، تايلر يعمل لوحده الآن. آسفة آسفة، لا نفعل ذلك مجددا. سأطردك. سئمت من هذا، الجميع قرر إغضاب اليوم. هيا يا حصاني، أسرع. انزلي. سيدي الشرطي، هل لي بدقيقة؟ ماذا تريد؟ لنفعل هكذا، أرى أنه يمكننا الاتفاق، لذلك دعني أعطيك المال. هكذا، هيا، بينما الرئيس بعيد. أنت ستعطيني زنزانة فخيرة. حسنا، سأفكر في شيء ما. واو، هكذا أفضل. ما هذا الذي حدث؟ هاي، إلى أين أخذت جاري؟ لمعلوماتك، في السجن، هذه غرفتي الفاخرة. لقد حاول كل شيء من أغلى متجر. هاي، لماذا أنا في مكب النفايات وهو الذهب؟ أريد هكذا أيضا. إيفا، لديك المال. إذا لهذا السبب ستبقين في السجن الفقير. حسنا تايلر، يمكنك الذهاب، الناس سيرتاحوا هنا. واو، ما هذا؟ يا إلهي. أوبا، كم هو رائع، يا سلام. إيفا، ماذا بك؟ دعونا نلتقط صورة لصديقي. جونيتي، أنا لا أكلم الفقراء أصلا. لن تستطيع الهروب مني. تينا، هيا أسرعي. كفى، انزعي هذه الأصفاد فورا، سأشتكي لأبي، إنه رئيس الشرطة. هذا هو والدك، تحدثي معه بنفسك. أمسكتك ابنتي، استمتعتي، أعرف كل شيء، أين كنت أيضا؟ يا إلهي، إذن هل أنت من أمر بالقبض علي وإفساد الحفلة؟ نعم أنا، ماذا أردت الكذب على والدك؟ ابتعد، أنا أتأخر، لذا سأرحل. أردت بأن أسمح لك بالذهاب إلى أي مكان. أبي، لقد اكتفيت، أنا أعاقبك. لا إلا العقاب يا أبي، من فضلك. أعرف شيئاً،
اليوم ستساعدينني واستعملين مع ميا وتايلر. هذا رائع، لدينا امرأة متشردة مزعجة في الزنزانة، ستستمتع طينا. متشردة؟ لماذا؟ لا 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 لا. ميا، أريد تينا، ماذا يجب علي أن تفعل؟ عرفي على تايلر. تحرك بسرعة، لديكم الكثير من العمل. المكان أجمل من زنزانتي. فو، مكب نفايات فظيع. لدينا عمل إصلاحي للسجناء هنا، الآن ستنظفان المطبخ. تنظيف؟ هتلف، هل تفهمان الكلمتين أنا وتنظيف لا يتناسبان أبدا؟ فو، هذا واضح. تكلم أقل، خذ بسرعة المنظفات واعملها. حسنا، أنا بما أنني لا أستطيع الهرب فسأضطر. أجل، أنت سهل. أنا شركة ميا، هل تلك المزعجة نايمة مجددا؟ ما هذا فوق؟ كم هذا فظيع؟ أنا أستطيع تحسين الأمر لكن بالمال. أمسك يا كريس، لقد أحضرت هذا من أجلك. ماذا؟ اعتقدت ستحررني من هذا العمل، لن أغسل الأرضية، إنه أمر مهين. كريس، يمكنني غسل الأرض بدلا منك. أوه هيا، خذي قطعة القماش الكريهة. حسنا، استمتع، أنتما هنا وأنا سأذهب. امسحي الأرض بشكل أفضل. لقد انزلق. متشردة، ابتعدي أيها المقرفة. كريس، أنت بطلي، لقد ألقتني. دعوني أخرج من هنا، أخرجوني، إنها تضايقني. أنا لم أبدأ شيء بعد، تعال أيها الفتى. يا بنا، تقدم بسرعة، قمتما بعمل سيء، لذا سيكون هناك عمل آخر لاحقا. مال المتشردة، نسيت أن زنزانتك فقيرة. هيا ادخلي بسرعة، هل نسيت مكانك؟ ولكن سيدة ميا، اسمحي لي بالذهاب أرجوك. إن شارتي، خذ. شكرا ميا، وصلت أخيرا، لماذا تأخرت؟ لمعلوماتك، كنت في مهمة مهمة جدا. هذه ابنة السيد نيف وهي مساعدتنا لليوم. هذا جيد، لأنه حان وقت إطعام هذين السجينين الغبيين. مرحبا. لا تلمسيني. لا تصرخي، لقد حان وقت الغداء، عليك إطعام السجناء. حسنا اسمعي، ستعطينا هذا لإيفا المسكين وهذا لكريس الغني. لن نزعجك. أكره أبي، علي إطعام هؤلاء المجانين. امسكي، هذا هو غداؤك. حقاً، حقاً لي. مجنون رهيب. وهذا لك. متأكدة من أنها دالية. أغلق فمك وكل. ما هذه الإهانة؟ من تجرأ على إحضار طعام المتشردين لمليونير؟ واو، هذا السجين رائع جدا. فلتتناولي هذه القمامة. حسنا، سأكل هذا الطعام بنفسي. لا 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 لا، كنت أمزح، لست كالمتشردة إيفا. ماذا؟ إيفا، هل ناداني أحد؟ لم أكن أعتقد أن هناك سجناء مثل هؤلاء. كريس فعلا رائع جدا. تينا، ماذا حدث؟ لما أنت هنا؟ لا لا شيء هناك. ماذا تريدين الهروب؟ لن تنجحي. لا، ماذا بك؟ لقد قررت أنني سأبقى وسأساعدك. هل أصبح لدى ابنتي عقل أخيرا؟ أحسنتي، أنت تتحسنين يا ابنتي. أسرع،
أسرع. هيا تقدما. هي وتايلر أحسنتما. هو مرة أخرى كريس. تينا ماذا حدث لك؟ ما الأمر؟ لا شيء لا شيء أبي، ظهرت لدي فكرة، دعني أخبرك بها. لما أنتما كالسلحفاة؟ هيا تحرك بسرعة. أجل كريس، هل ستقبلني كزوجة لك؟ أعتقد أننا سنكون زوجين رائعين. مستحيل، أفضل الموت على أن نكون معا. ماذا أصابه؟ سأحصل عليك أيها الوسيم في أي حال. مرحبا سيدة، لقد وصل السجناء للعمل. عظيم، أي عمل هذا؟ لقد استأجرتكم، ستساعدوني في بناء بيت الكلب. تريدون مني أن أعمل؟ هل أنا نعمل؟ استمع إلي أيها الفتى الغني المتكبر، أنت في السجن وستفعل ما يطلب منك. خذ. ما هذا؟ أنا لا أحتاج مطرقة، أنا أستخدم تقنية النانو فقط. ما هذا؟ هذه المطرقة لعام 2024. حسنا زاك، إذا سنترك العمال لك، افعل بهم ما تشاء. أجل حسنا وداعا. حسنا نيفا، ستقومين بطلع الخشب وكريس بدق المسامير. حسنا سأرسم الآن. ما هذا؟ في بيتي كان الخدم يفعل كل شيء. حسنا سأحاول تشغيل النظارة. مثير، أتسأل هل هذه تقنية النانو؟ مذهل. الآن سأصنع مفاجأة لكريس. جاهز. إيفا لا تشتت انتباهك. كريس هذه مفاجأة لك. إيفا ما هذا الهراء؟ كريس أنا أحبك. نعم أنت رجل الوسيم. أي إيفا أسقطت المطرقة على رجلي. أي مؤلم. فكرة رائعة. مؤلم. طبيب طبيب. سأتصل بالآن. إيه كريس سأفقدك، سأقوم بالتنفس الاصطناعي. لا 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 داعي، رائحتك كريهة، من الأفضل أن أقوم بالعمل. أبي لقد اتخذت قراري. ما الذي قررته؟ أريد أن أذهب إلى السجن، هل هذا واضح؟ ماذا؟ أنا أتصرف بشكل سيء، أهرب إلى الحفلات، لذلك عاقبني واسجني. تينا غادري، هل جننتي؟ حسنا يا أبي، إن كنت لا تريد سجني فسأكل وثائقك الآن. تينا سأحرمك من مصروف الجيب. هيا خرجي. كلا. حسنا حسنا، إن كنت لا تريد سجني فسوف أجبرك على القيام بذلك. واو يا له من راتب جيد اليوم. مرحبا. وزب آخر، تفضلي اختاري ما تريدينه وسأعطيك خصما. شكرا لك، لا داعي للخصم، سأخذ هذا. ألا تريدين أن تقيسي أنه لا يناسب الجميع؟ هذه هدية لذلك لا أهتم. حسنا سعره 250 دولارا. تفضلي. أجل شكرا على الشراء. يا إلهي ماذا أفعل؟ لقد أردت سرقته. في الواقع هذه السرقة. مهلا ماذا تفعلين؟ أعيد المال. لا أستطيع، أنا أقوم بالسرقة لأنني بحاجة جدا للذهاب إلى السجن. الأمان الأمان، هنا لصة، اقبضوا عليها. نعم نعم أنا لصة، فلينظر الجميع إلي. لقد سرقت المال والفستان، لقد سرقت مبلغا ضخما من المال. نعم نعم اتصلوا بالشرطة. توقفي.
إنه فخر قسم الشرطة، أفضل موظف لهذا العام. سيد نيت، هناك. ماذا؟ لقد تلقينا أنا وتايلر للتو مكالمة للتو واعتقلنا المجرم. أيضا أحسنت، عمل جيد. نعم، ولكن هذه المجرمة أبنتكم. ما هذا الذي تقولينه؟ لا يمكن أن يكون ذلك. ميا، سأطردك بسبب كذبك. لا، لقد سرقت فستانا من المتجر $100,000. اكتفي، تينا أردت ذلك. إذا أردت ذلك ضعيها في الزنزانة فورا. هل أنت متأكد؟ اتبع الأوامر بسرعة. حسنا سيد نيت، سأفعل ذلك. كريس، تعال إلي. ابتعدي، كم مرة قلت لك ذلك؟ أعدك أنك لن تندم على ذلك أبدا. ابتعدي عني فورا. دعونا نبتكر رقصة معا لكريس، سيعجبه ذلك. إنها مريضة تتحدث مع نفسها. يا رائع رائع، ارقصوا يا أصدقاء. أوب، ارقصوا بشكل أفضل. رائع، سأسجن أخيرا. تينا، أنا مصدوم، هذا أمر والديك. هاي، إلى أين أخذتني؟ أريد أن أجلس في زنزانة جميلة. مرحبا، أصبح لدي صديقة الآن. اذهبي هناك، ما هذا المكان الغريب؟ هذا مكان مقرف. هدي حالا. رهيب، لم يحالف تينا الحظ بدخولها نفس زنزانة المجنونة. تايلر، تعال هنا. نعم، اسمع. هذا مذهل، الجاكوزي في السجن رائع. السجين ذو الجلالة، لقد أحضرت المشروب. شكرا لك، فلتذهب. حسنا. يا إلهي، أنا مصابة بالحكة، أريد أن أستحم. تعتدين على ذلك قريبا، حقا ينتشر بسرعة. ما هذا؟ ميا، من سمح لك بالنوم في العمل؟ آسفة، لم أقصد ذلك. ميا، سأعطيك مخالفة الآن، فهمت؟ لا. الآن سنلتقط لكم صورا من أجل المستندات. هذا أفضل من الجلوس في زنزانة في رائحة كريهة. يا للهول، إنها تتصرف بشكل مقرف. إليك عني. لا تقلق. ابتعدي عني، لا تلمسيني، أبعد يديك. حسنا، اهدأوا يا شباب. كريس، هيا أنت أولا. حسنا، هيا التقط صورة جيدة كي يتمكن من نشرها على إنستغرام، فهمت؟ أريد صورة مع كريس. لا، لن يكون هناك وحش معي في الصورة. هيا. كريس، هل يمكنني أن ألتقط صورة معك؟ بالطبع. حقير، يا له من مزعج. حسنا، سيندم على هذا. فو، ما يكون هذا؟ لقد جنت إيفا تماما. فو، حسنا، سيلفي. لقد انتهيت معكما، تينا وكريس منتظرة خلف الباب. حسنا. غبيان، لن أترك الأمر هكذا. والآن التقط صورة لي. بالطبع، لن أستعمل كاميرا بايضة ثمن لك. أتعرفين ماذا؟ أنا سأرسمك. انتهيت. واو، من هذه صورتي الأولى. هذا كل شيء، لقد انتهينا، والآن للعمل الإصلاحي. حسناً، والآن يجب عليكم حمل كل هذا في الحافلة. ماذا؟ نحن عمال. أنتم سجناء، أم أن الأمر غير واضح؟ هيا دوم حمل السيارة بسرعة.
هيا بسرعة. يا إلهي ما هذا؟ لم أكن أعتقد أن الأمر سيء لهذه الدرجة. تحركي لأنه يجب عليكم أن تعملا. لن أعمل. اسمعي أيتها المزعجة، من الأفضل لا تكذبيني. جيد لأن هذا شيء خفيف. يلا الحظ. كريس تعال هنا. كريس أردت أن أقول أنني ذهبت إلى السجن من أجلك. حقا؟ نعم، لكي نكون أصدقاء على الدوام. هذه الفكرة الرائعة. لأكون صادقا، أنا معجب بك أيضا. لا، تينا ستسرق كريس. تعال إلي. كريس أنقذ نفسك. هربي إيفا مجنونة. هيا تحركا، وقت للراحة وبعدها للنوم. اسمع تايلر، أنا أشعر بالملل، أفرحني قليلا. أفعل شيئا مقابل المال. الآن سيكون هناك عرض. هذا ممتع حقا، أحسنت تايلر. كفى، ما هذا الهراء؟ أريد النوم. كفى، العرض قد انتهى، ألزم الصمت لا النوم. يا له من أحمق، هو من كان يصدر الضوضاء. وأخيرا رحل. هي ارحلي من هنا. يا إلهي، وأين أنام أنا؟ لم أفهم. تينا، إلهي، كيف فعلت ذلك؟ تعالي إلي. لا أعرف حتى، لابد أن الباب مفتوح لديك أيضا. لدي فكرة مثيرة، والتايلر سيساعدنا فيها. تايلر! واو، كل هذا الطعام؟ نعم، كل هذا من أجلك. ربما عندما نخرج من السجن قد نستطيع أن نكون معا. بالطبع نستطيع. وبالمناسبة، لماذا دخلت السجن؟ نسيت الرقم السري لبطاقتي ووضعوني في السجن. ظنوا أنني مجرم. لم يصدقوني. يا للهول، هذا خطأ. يجب أن أقول لأبي أنا لديه أفراد الشرطة أغبياء. سيد نيت، لقد أحضرت التقرير لهذا اليوم. أعطني إياه. كيف حال ابنتي؟ كل شيء على ما يرام، وهو يعمل مع الجميع. عظيم، حسنا، دعينا نرى. لا أفهم، هل هناك خطأ ما؟ لماذا تينا في زنزانة فقيرة؟ هل جننتي؟ كل الزنزانات ممتلئة، هل تعرف ذلك؟ لم تستطيع توفير أفضل الخدمات لها. سأفعل كل شيء، سأقوم بتنظيم زنزانة غالية. أريد أن تكون ابنتي هناك في الصباح، واضح؟ حسنا. من الجيد أن تايلر صنع زنزانة فاخرة لكريس، وسنحل هذه المشكلة. سننقل تينا إلى هنا. حسنا، سأذهب، يجب أن أذهب. قضينا وقتا ممتعا. كريس أنت رائع. لحظة، هل سمعت صحيحا؟ قال أحدهم كريس أحبك. لقد سمعت خطأ. أنا أراقبك. حسناً، لدينا بعض التغييرات، نحن سننقل تينا. هل جننتم؟ لماذا؟ إنها صديقتي. لماذا؟ إنها صديقتي. هذا لا يناقش. تينا استعدي، سأعود بعد 15 دقيقة. إلهي، لماذا؟ قرروا إطلاق سراحية. تفضل.
مالي، هذه هدية لك. ما هذا؟ لعبة من شعري، كنت أحتفظ بها لمناسبة خاصة. تشتاق إليك. هذا رهيب. أتيتي؟ اتبعيني. الآن ستعيشين هنا. ماذا؟ والدك قال لك أن تعيشي في ظروف أفضل. مذهل، سنكون معا، رائع. مرحبا، إنه القدر بالتأكيد. هل أنتما مجنونان؟ أيتها المخادعه، هكذا تصرفت معي، كاذبة. من يتحدث؟ أعطني اللعبة، نحن لسنا أصدقاء بعد الآن. خذي لعبتك. اهدأوا. لقد اكتفيت، أنا مكتئبة، أريد الذهاب إلى الحمام. حسناً، من يريد أيضاً؟ حسناً، سأذهب أيضاً. هوي، لدي مرحاض في زنزانتي، ربما تستطيع تينا دخوله. لا، الفتيات والفتيان لديهم حمام منفصل. فتيات، اخرجن بسرعة وتعال معي، تعاليا. حسناً، سأذهب أيضاً إلى حمام الفاخر. أحب كل الأشياء الذهبية. يا له من رعب، لم تكن رائحة مكان بالنفايات عندي بهذا السوء. شكراً على المعلومة. أريد الذهاب إلى الحمام العادي. أنت المسكينة، لديك دلو. أين تينا أيضاً؟ لقد كانت معي. تينا في الحمام العادي، والدها ضابط، لا يمكن أن تكون هنا. يا له من كابوس، دلو مقرف. هذا مقرف. يا له من كابوس، لا يمكن الذهاب إلى هناك بدون قناع. ما هذه الرائحة؟ لماذا أصبحت رائحتك أسوأ؟ يا لك من خائنة، خذي هذا. هل أنت مجنونة؟ اتركيني فورا. ستجلسين في الحمام النتن. هل انتهيتي؟ نعم. نات يناديك. لماذا؟ هل حصل شيء ما؟ لا أعرف، تعالي وسيخبرك بكل شيء. الهواء، وأخيرا الهواء النقي. لقد تعبت من هذه المتشردة. مرحبا سيد نيت، هل ناديتني؟ كنت أنظر في قضيتك. وماذا هناك؟ أحسنت التصرف، لهذا سنطلق سراحك. ماذا؟ لا 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 لا، دعي لذلك، إن هذا خطأ. لا أفهم، تريدين البقاء هنا؟ نعم، ليس لدي مكان لأعيش فيه أصلا، هنا مريح جدا. هذا ليس سبب نيفا. أريد أن أعترف، لقد سرقتكم 20 سيدة عجوز، لقد سرقتهم جميعا. ماذا؟ هيفا، هذا شيء فظيع، لا يمكن السماح لك بالخروج، ستبقين هنا. أجل، مرحى، لن أترك كريس لوحده هنا. ماذا قلتي؟ لا شيء لا شيء، حسنا أنا سأذهب إلى زنزانتي، طاب يومك. سيدة، لدينا أمر طارئ هنا. ماذا هناك؟ لدينا شكوى من السيدة. هذا المتشرد اقتحم منزلي، أراد العيش هناك. منزلك دافئ وفاخر، وبه أكل. حسنا، ميا، تعيه مع إيفا، لا المتشردان يستمتعان معا. كما تشاء. اجلسي، سنفتح محضرا. بالطبع بالطبع. هيا هيا، إلى أين تركض؟ عزيزتي تفضلي هذا. شكرا لك. هيا. إلهي إيفا، لم أعتقد أنك مجرمة فظيعة على هذا الحد، لقد خدعت الجدات الفقيرات. نعم نعم، هذه أنا. عدد ذات الرائحة الكريهة. رهيب. لماذا؟ لم تتوقع ذلك؟ في أحلامكما، لن أرحل من هنا. أنا خائفة منها. حسنا إيفا، تحركي، أصبح لديك جار. مرحبا أنيسة. إلى هذا الشخص المتشرد، لا لا.
حول تايلر احضر لي تينا بسرعة. اشتقت لابنتي. علم. نفذي فورا. تينا اخرجي. هيا بنا. هيا بنا. انظري ماذا وجدت. مغفل اني اخفيه للاحتياط. اعد. تم توصيل ابنتك. تايلر هل انت مجنون؟ لما جلبتها بالاصفاد؟ اعتقدت ان تينا كالاخرين. تينا ليست مجرمة بل فقط يتم اعادة تربيتها. اسف اخطات. تم تنفيذ. ابنتي ماذا تعلمت الدرس؟ حسنا لا اعرف. يكفيك ما قضيتي هنا. لا يا ابي ماذا تقول؟ ليس كاف بعد. هل اتفقتم كلكم؟ إيفا لا تريد العودة للمنزل وأنت لا تريدين. ماذا حدث؟ لم أدرك خطأي حتى الآن. وبشكل عام أنا أصرخ سلاحك. توقفي عندك. حسنا ستبقين هنا قليلا. أخبريني حصلت على ظروف جيدة؟ نعم لقد نقلوني إلى زنزانة غنية. على الأقل أمر جيد. ابنتي في مكان دافئ ومريح. تايلر قررت أن أكافئك مع مية. شكرا. والآن أعد ابنتي إلى مكانها. دعها ترتاح. فتاة لا تبكي. دعني وشأني. أنا أحب كريس. لماذا البكاء؟ لكنه لا يحبني. يحب تلك الخادعة. عزيزتي لما تم استدعاؤك؟ لا شيء مهم. لقد اتفقت على أننا سنكون معا لفترة طويلة. سأرمي عليهم المخاط. إيفا دعيني أساعدك. إنه لا يصل. تين عزيزتي هذا لك. واو كم هذا رائع. كيف ظهرت كرة الديسكو هنا؟ إن تايلر سيفعل أي شيء مقابل المال. مذهل. كم هذا جميل. أنا أحسدها. كريس ماذا تفعل؟ تينا تزوجيني. أريدك أن تصبحي زوجتي. أنا موافقة. لا إلا هذا. كريس ماذا عني أنا؟ إيه إيفا لقد فكرت. إن أردت يمكنك الزواج بي. لا أنا أحب كريس. أبعد هذا. حسناً أيها الشرطة جمعتكم هنا لسبب ما. هل لدينا مهمة سرية جديدة؟ لا تخمين خطأ. سأقدم لكم الميداليات. هذا مقابل عملكم الجيد. شكراً. ماذا عن المكافأة؟ المكافأة ستكون نهاية الشهر. حسناً هل يمكننا الذهاب الآن؟ هل أنت مستعجلة؟ سمعنا أن ابنتك ستتزوج ونريد أن نهنئها بأنفسنا. أخبرنا السجين كريس بهذا السر هذا الصباح. ماذا؟ لا يمكن أن يحصل. كيف؟ هل فقدت عقلها تماما؟ واو لا يبدو سعيدا. تعال وراك. أنا أكرهكما. أتمنى أن تبقيا هنا لأخي أيكما ولا تتزوجا أبدا. أيها الأحمقان. المكان جميل هنا. سأبقى هنا إلى الأبد. كريس أريد أن أخبر والدي. سنفعل لكن لا أعتقد سيكون سعيدا. ما هذا؟ تينا. وها هو والدي. أبي أعرفك. هذا هو زوجي المستقبلي. ماذا تفعلين؟ هل هذا سبب بقائك هنا؟ أرى أن عرضا سيبدأ. جيد إنهما يستحقان ذلك. سيد نيت أنا أهتم جدا ب... أصمت. أنت سجين ولا يمكن أن يكون لديكم أي شيء مشترك. أبي لا لن أذهب إلى أي مكان. سأبقى هنا. مرحبا جئت لأتحقق ما إذا كان ذلك المتشرد في السجن. لا تقلقي إنه في السجن. أمي ابني ما الذي تفعله هنا؟ كنت في إجازة في أفخم فندق.
الفندق؟ نعم، من نسيت الرقم السري للبطاقة، أحبسوني في سجن. أخذوا هاتفي، لم أستطع الاتصال بك. أنا مجانين؟ لقد سجنتم ابني؟ هل تعرفون من أنا؟ هذه نهايتكم؟ أمي، أنا مع تينا. أغلق فمك وإلى المنزل بسرعة. نعم، رائع، لقد انتصرت العدالة. ياي. حسنا، بما أن كريس رحل، عد يا ابنتي إلى الزنزانة. فجرتنا ستبقى. نسخر منها بالطبع. من المؤسف أن كريس لن يقع في حبي أبدا. ماذا فعلتما؟ هل تفهمان أن ابن امرأتي ذات شأن كان في سجن لدينا؟ آسفان، اعتقدنا أنه مجرم وأنه سرق بطاقة مصرفية من شخص ما. ستحصلان على مخالفة وسأخذ الميداليات. سنتحسن، صدقنا وقل لنا ماذا نفعل مع ابنتك. لقد قررت كل شيء. حسنا، لا، لماذا يحصل كل هذا؟ لماذا تم نقلي إلى زنزانة فقيرة؟ لأنك خاسرة وكريس تخلى عنك. وأنا. أنتما تكذبان، لقد تعمد والدي أن يفعل ذلك. مذهل، كم نحن محظوظان. إيفا، ما رأيك أن نتزوج أيضا؟ نحن نناسب بعضنا البعض. أنا أعرف، أريد أن أفكر. رهيب، سأتقيأ الآن. ماذا تفعل هنا؟ لقد كنت في الفندق. لا تتركوني معها. لا أستطيع النظر إليه وهو هكذا. تحدث معه ولا تنظر إليه. لا يجب أن أكون أفضل. يا للهول، إن هذا خطأ. سأكل كل هذا الطعام. أين هو؟ إنه I'm not afraid.